برحب بحضراتكم مره تانية. واكيد زي ما بنقول دايما انه الناس كلها دلوقتي بتتكلم بس على مباراه الاهلي والزمالك، نهاية افريقيا، كله تمشي في الشارع تسمع ناس بتتكلم على الاهلي والزمالك، الدنيا بتمطر، الناس خايفه على ملعب استاد القاهره، كله يهمه اكيد نهائي القرن. يعني احنا اول مره نشوف الاهلي والزمالك او فريقين مصريين في نهائي دوري ابطال افريقيا، يهمنا جدا ان احنا نشوف حاجه بتشرف الكره المصريه، ويهمنا جدا كاهلاويه ان احنا نفوز بالبطوله دي. اكيد غياب البطوله من 2013 فارق جدا مع كل اهلاوي، فارق جدا انه يكون خلاص بنحتفل قريب جدا كمان يومين باللقب الغايب عننا بقاله فتره، باللقب التاسع في دوري ابطال افريقيا. والحقيقه احنا عندنا من العناصر اللي طبعا يبشرنا، احنا عندنا لعيبه على اكمل وجه، عندنا لعيبه بتعرف عندها من القوه والتركيز والمهاره ان هي تدي افضل ما عندها في الملعب خصوصا في المباريات الحاسمه، وعندنا مدرب كلنا ثقه فيه، كلنا ثقه في الجهاز الفني ان احنا ان شاء الله نشوف طبعا أداء مشرف ونتيجة كمان بيتمناها كل مشجع أهلاوي في مصر وفي أفريقيا كلها. هنتكلم أكتر عن مباراة الأهلي والزمالك طبعا مع لطفي رويسي نجم المنتخب التونسي السابق. برحب بيك في برنامج السادسة. مرحبا بيك أخت سارة، مرحبا بجماهير الأهلي وبالشعب المصري. بنتكلم يا كابتن على نهائي مرتقب، نهائي تاريخي، مباراة تاريخية هيقف عندها الزمن كتير يعني، وعايزة أسألك شايف إزاي المباراة دي فنيا، الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟ قبل كل شيء هي مقابلة استثنائية، مقابلة غير عادية، معناتها باش نشوفوا الأهلي والزمالك في النهائي بتاع تشامبيونز ليج، معناتها حاجه غير منتظره، معناتها وما ريناهاش معناتها على طول الاعوام اللي مرت. على المستوى الفني قلت لك الفرق زوج فرق معناتها ممتازين في اوجه العطاء نتاعهم، ريناهم معناتها مع الفرق المغربيه الرجاء والوداد، كانت معناتها الترشح نتاعهم كان مستحق، كان الفريق المغربي وكان الفريق زوج فرق المصريه معناتها كانوا بدرجة أعلى من في المباراتين هذوما، معناتها كانوا فنيا أقوى منهم على المستوى التنظيم، على مستوى انتشار اللاعبين، حتى على مستوى التحكم في نسق المقابلة. معناتها تحس اللي فريق الأهلي معناتها سورتو مع مقابلة الوداد تحكم في المباراة، ومعناتها وتنجم تقول معناتها الترشح نتاعو لعبوا في المغرب، معناتها الترشح معناتها فاز عليه 2-0، معناتها شكون يفوز على الوداد في المغرب، معناتها فريق قوي، فريق عتيد. الاهلي معناتها كما عهدناه معناتها رجع للقوه نتاعو، فريق معناتها من احسن الفرق الافريقيه، كان مشعل على مستوى كبير. كيف الزمالك معناتها ورى الثناء اللي عنده، فريق ممتاز، عنده لاعبين ممتازين، عنده فريق معناتها كيف معناتها الترشح نتاعو جابوا من المغرب معناتها ضد الرجاء، وباش ان شاء الله نشوفوا مستوى ممتاز جدا. اول حاجه معناتها الكاس هذه باش ترجع لمصر، كاس مصريه معناتها ماذا بين الزوز فرق هذوما يورينا احسن ما معناتها مصر معناتها خرجت لاعبين ممتازين كبار، خرجت لاعبين على مستوى عالي، ان شاء الله نشوفوا مقابله على مستوى عالي، ومن بعد اللي يفوز صح عليه. انا بيدي معناتها كنت من ميل ياسر نحب الاهلي اكثر من الزمالك لمحاله، معناتها من قبل معناتها عندي برشا اصحابي، انا احمد شوبير، العديد من اللاعبين معناتها كنا اصدقاء. ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه، وذاك المهم كونه معناتها الكاس في النهايه باش تقعد في مصر، وان شاء الله نشوفوا مقابله على مستوى عالي وكهو ان شاء الله في مصر. زي ما بقول لك كده الكلام كله على مباراه الاهلي والزمالك، الناس كلها طبعا مستنيه. عايز اعرف منك في تونس الاجواء ازاي، طبعا الشعب التونسي العاشق لكره القدم. والله كيف معناتها الشعب التونسي زاد يتبع في البطوله المصريه، العديد من اللاعبين التوانسه اللي توا معناتها ولاو ينشدوا في بانتظام في البطوله المصريه، معناتها هذه حاجه باهيه، حاجه مشرفه كونه معناتها العديد من اللاعبين قاعدين معناتها ينشطوا، قاعدين ياثروا، قاعدين معناتها يقدموا في مردود كبير مع الفرق نتاعهم. بالطبيعه معناتها هذا يخلي معناتها تونس والشعب التونسي معناتها هو من قبل يتبع البطوله معناتها بالطبيعه، معناتها ديما الكوره معناتها معروفه بالاهلي والافريقي والترجي والزمالك والوداد، معناتها هذوما معناتها الفرق الكبيره والقسنطينه ولا معناتها هذوما الفرق الكبيره في افريقيا، معناتها ديما نتبعوهم وديما نشوفوا، فما بالك معناتها تبدا عندنا لاعبين ينشطوا معناتها في الفرق هذيا.
ان شاء الله معناتها ديما يكونوا معناتها على مستوى ويكون لهم تأثير معناتها في النتيجة النهائية للمباراة. طيب، في اهتمام اكيد كبير بمباراه الاهلي والزمالك عندكم، ولكن برضو عايز اسالك تفسر بايه غياب الانديه التونسيه عن دوري ابطال افريقيا او عن النهائي كمان السنه دي؟ والله انا افريقي، وانا افريقي معناتها تتشابه كثيره مع النادي الاهلي، لكن الاهلي ما هز اكثر كؤوس. انا معناتها هزيت الشامبيونز ليج في موسم 91 92. الترجي كان في المدة الأخيرة معناتها مسيطر، معناتها الأربع سنوات الأخيرة ولا الثلاث سنوات الأخيرة معناتها كان هو معناتها الفريق الأول، معناتها هز زوز بطولات تشامبيونز ليج على معناتها على بعض، معناتها يظل لي 2018 2019 معناتها 19 معناتها كان الترجي معناتها مسيطر. توا معناتها عاد الأهلي، معناتها تنجم تقول عاد رجع الأهلي بقوة، معناتها وكراو الأهلي والزمالك معناتها في الدور النهائي. معناتها الفرق المصريه بدات ترجع للمستوى نتاعها، معناتها ثم العديد من الفرق الاخرى، لكن معناتها ديما التاريخ معناتها يحكي على الاهلي اولا ثم الفرق الاخرى. في بقى مواجهه مرتقبه، يعني الاهلي والزمالك في مواجهه مرتقبه بين النجمين علي معلول وفرجاني ساسي، شايف ازاي اللاعبين مع كل نادي ليهم وشايف ازاي المواجهه دي؟ والله انا معناتها شفت المباراتين بتاع الاهلي والزمالك، معناتها ممكن ما عندها باش يكونوا عندهم تاثير كبير ياسر. معناتها معلول معناتها تنجم تقول في نادي الاهلي يتنفس نادي الاهلي، المعلول كي يبدا معناتها في 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 اواجه الفورمه نتاعو، معناتها راهو معلول معناتها ساهم كثير معناتها في يعطي اللمسه الاخيره واللي يسجل اهداف، كان مؤثر معناتها في العديد معناتها نستناه منه باش يقدم مقابله كبيره ياسر. كيف كيف فرجاني ساسي معناتها هو الدينامو بتاع وسط الميدان بتاع الزمالك، معناتها زوز فرق زوز لاعبين هذوما تنجم تقول معناتها ما عندهم قيمه كبيره في الفرق نتاعهم، ان شاء الله معناتها يكون التاثير نتاعهم معناتها ايجابي ونراو معناتها متعه كرويه، نراو معناتها فنيات كبيره، خاطر ديما الكره الجميله والكره معناتها الممتعه تلقاها الكبيرة هذوما، إن شاء الله معناتها نشوفوا مباراة كبيرة ونشوفوا. أنا ننتظر لكونه الأهلي معناتها باش يحاول معناتها باش خاطر فريق معناتها ذو خبرة، فريق يعرف كيفاش يتصرف في المباريات، تصوروا معناتها الكونزرفيشن معناتها الاحتفاظ بالكرة باش يكون أكثر عنده هو، وفريق الزمالك نتصوروا معناتها باش يلعب على هجمة المرتدة معناتها سرعة لاعبيه معناتها خصوصا المغربي معناتها عنده سرعة كبيرة ياسر. اسمه هو المغربي بن شرقي معناتها هذا مؤثر ياسر، بن شرقي هذا خطير جدا، فرجاني ساسي عندهم حازم امام، لكن الاهلي معناتها فريق جماعي، فريق معناتها ممتاز جدا منظم، معناتها ترى الفريق معناتها يحكم في المباراه، تراه معناتها يتحكم في النفق، عنده معناتها لاعبين زاد مؤثرين في الهجوم. ان شاء الله نراو مباراه معناتها معناتها جميلة ونراو معناتها شيء يشرف الكرة المصرية والكرة العربية إن شاء الله. أكيد طبعا بنتمنى ده. شايف إن تألق معلول وساسي مع الأهلي والزمالك ساهم في إن الأندية المصرية تهتم أكتر بإن هي تجيب محترفين توانسة زي مثلا فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي وغيره؟ أكيد أكيد معناتها عنده تأثير كبير ياسر، وتأقلم اللاعبين التونسيين في البطولة المصرية، معناتها فما لاعبين كي يمشوا لبطولات اخرى ممكن حتى قريبه، ممكن الجزائر والا المغرب والا وين، ممكن معناتها ما يتاقلموش. ممكن معناتها الاجواء في مصر رحابه الصدر معناتها معناتها الناس الولوعه كثير بالكوره معناتها ومغرومين كثير ويفهموا كثير الكوره، ممكن معناتها تساعد في تاقلم اللاعبين هذوما. انا قاعدين نشوفهم معناتها ومازالوا بقى العديد من اللاعبين توا معناتها ممكن معناتها جويني والجزيري يظل لي ثم في نادي اخر، ما عادش نادي طنطا ولا ما عادش نادي حسيلو، معناتها العديد من اللاعبين ولات الوجهه نتاعهم البطوله المصريه، معناتها علاش ليش ما نراوش معناتها لاعبين مصريين زاد كبار معناتها في تونس، كما رينا المهاجم نتاع النجم الساحلي ورينا عديد لاعبين اخرين زاد، معناتها هذيا معناتها ماله الا شرف للكره التونسيه وللاعب التونسي كي يكون مؤثر ويكون عنده قيمه في البطولات العربيه الاخرى. عايزه اسالك برضو، انت تابعت مباراه الاهلي والوداد طبعا، عايزه اسالك شفت ازاي موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، شايف ازاي فريق النادي الاهلي تحت قيادته؟
والله شوف فريق ممتاز جدا، يعرف يتحكم في في النسق، يعرف معناتها وقتاش يطلع النسق وقتاش ينقص النسق، وقتاش يحافظ على الكرة وقتاش يلزمه يهاجم. معناتها حقيقة معناتها تنظيم دفاعي هو الفريق، معناتها باش يكون فريق ممتاز لازم التنظيم الدفاعي نتاعو يكون ممتاز. معناتها الحارس الشناوي وبقية المدافعين معناتها قاعدين يخدموا في خدمة ممتازة جدا، والكرة كي تخرج سلسة. معناتها ترى معناتها البصمة نتاع المدرب معناتها بالنسبة للفريق، وأنت ترى معناتها المباراة الذهاب سوتو معناتها مباراة الإياب ممكن ولات أسهل شوية، لكن مباراة الذهاب كيفاش تحكم في الكرة كيفاش تسجل الأهداف نتاعو، معناتها تحس اللي فما شغل نتاع مدرب. وبالطبيعة معناتها مدرب كي تكون عندك لاعبين ممتازين معناتها على قدر كبير من الفنيات ولا التكتيكيا معناتها يكونوا جاهزين وذو خبره، معناتها بالطبيعه معناتها باش يساعدوا المدرب معناتها في تطبيق الخطه وفي النجاح معناتها بالفريق. عايزه اسالك برضو ما مدى الاهتمام الاعلامي في تونس بمباراه الاهلي والزمالك؟ والله ما احنا بالطبيعه يعني قلت لك الشعب التونسي ولوع مغروم بالكوره معناتها، سواء معناتها البطوله التونسيه، احنا خاطر حاجه من الحاجات البطوله التونسيه ما زالت واقفه معناتها، مازلنا ما رجعناش، ولهذا الاهتمامات معناتها تكون معناتها اكثر على البطولات العربيه والاوروبيه معناتها، فما بالك معناتها اذا مقابله معناتها كما المقابله بتاع الاهلي والزمالك اللي عمرها ما صارت معناتها في نهائي تشامبيونز ليج معناتها في على مستوى عالي معناتها، وكيف كيف كما قلت لك معناتها الكرة المصرية ولا الفرق المصرية وخصوصا الأهلي ولا الزمالك ولا حتى فما فرق أخرين أخرى ممتازين، كي تتفرج في المباراة ترى النسق وترى اللعب وترى الفنيات وترى حاجات معناتها تخليك معناتها تتشبث باش تتفرج بالمباراة. معناتها نتصور معناتها العديد من التونسيين معناتها يستناو في المباراة هذه زاد باش يشوفوها، ولو أنه فما أفضلية قليلة للنادي الأهلي، لكن معناتها حتى فريق الزمالك يخوف زاد معناتها يلزم النادي الأهلي يقرب ألف حساب. بشكرك جدا كابتن لطفي الرويسي نجم المنتخب التونسي.